ألف حمد لله على سلامتك. سلامك يا ماما. عاملة إيه يا نور عيني؟ الحمد لله كويس. ألف سلام عليكي يا شوشو. على مهلك يا بت. بقى كده برضو يا شرف تاخدينا عليكي. الله يسلمك يا مانا. كده برضو يا شوشو اللي تعمليه فينا؟ نروح بقى شغلنا إحنا إزاي دلوقتي؟ أنا آسفة يا دودو. يروح يفداكي ألف شغل. إن شاء الله حتى يرفضونا، أنا أصلا المدير بيتلكك لي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. الدكتور جه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا، طمنا يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. اخبارنا ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه، بس الالم فظيع. تسمحي لي اكشف؟ يا ريت. الم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الجرح كويس، هو البنج بس اللي بدا يروح. دكتور تشرب حاجة حضرتك؟ تشرب كلوكوز ولا حاجة؟ لا يا فندم ميرسي. احنا بس هنكتب لها على بنج. اوكي. بس وكل حاجة هتبقى زي الفل ان شاء الله. ما شاء الله عليك، واضح ان انت متخصص في الزايدة. تعبناك معانا معلش. لا يا فندم، ولا تعب ولا اي حاجة خالص. على فكرة بقى، ماما واخواتك بيقلقوا عليك قوي. لو تسمحي لي يعني بصراحة، هم عندهم حق. لو اي حد عنده اخت ظريفة ورقيقة زيك كده لازم يخاف عليها ويحبها قوي كده. يا دكتور تحب تشرب حاجه؟ لا خلاص، بنج. هندي لها بنج يا فندم، ما تقلقيش، خلاص كل حاجه تبقى كويسه. ندي لمين بنج؟ البنت لسه فايقه من البنج. مسكن يا فندم، مسكن. مسكن. هندي لها مسكن. شكرا حضرتك، خليك قاعد لغايه الجرح ما يلم. لا يا فندم، يلم براحته بقى. اوكي اتفضل. عايز حضرتك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. دكتور خير؟ في حاجه؟ لا، انا اللي عايزاك بره. عايزاك بره. اوكي اتفضل. خلي بالكم من خطوكم، شوفوها بقى. اتفضل يا دكتور. دي حاضر يا فندم. دكتور لو سمحت، من فضلك طمني، اصل احنا دايما بنتعالج في المستشفى بتاعه الشرطه. قلنا نيجي هنا عشان انا كنت قلقانه وانتوا جنب البيت. بيني وبينك كده، بنتي كويسه يا فندم؟ ما تقلقيش، دي طلعت ولا نزل الزايده يعني؟ سامحني، اصلا انا كنت ادبي. هي حقيقي الزايده ملهاش لازمه. ما تقلقيش، مفيش أي ضرر على بنتك. الحمد لله، ربنا يخليك. أكيد ماما هتمسك الدكتور بره وهتعصره عشان تطمن عليك. طبعاً، ودي حاجة تفوتها، دي ما تبقاش نور عز الدين. إنما يعني يا بنانيت كده، ما خدتوش بالكم من حاجة؟ طبعاً خدنا يا بنتي، إن الدكتور الوسيم الأمور عينه من الست شرف عبد الجبار. ليه بقى؟ هو حب من أول نظرة. طيب يا ستي اتريقي قوي، وبكرة تشوفي وتقولي دودي أختي قالت. انا مضطر بس اخد المكالمه دي. اتفضل خدها. الو، خير يا ماما؟ مال صوتك فيه؟ امتى حصل الكلام ده؟ وانت فين؟ طب انا جاي لك حالا. ما جيش ازاي بس؟ طب اقفلي يا ماما، انا جاي. مع السلامه. معلش يا فندم، انا مضطر امشي، انا اسف. لا اتفضل. معلش، انا اسف. خير ان شاء الله، انت عامل الخير ان شاء الله. ربنا يوقف لك الخير. شكرا يا فندم. اتفضل. هيا بنات طمنوني، انا مبسوطه الدكتور طمني وقال لي صحتك زي الفل. الحمد لله. بس ما اعرفش، مامته كلمته وشه اصفر بقى زي الكتكوت وجري على طول. يا خبر يا ماما، تلاقيها تعبانه ولا حاجه؟ استلمي بقى يا ستي، حماتك تعبانه من اولها، شكلك هتشتغلي ممرضه. ايه ايه، في حاجه؟ لا يا ماما مفيش حاجه، ده بتقولها يعني ان الدكتور محترم وذوق وابن ناس جدا. وانت سمعتيها وانت بعيد عنها وانا اللي جنبها ما سمعتش؟ لا يا ماما، ما انا سمعتهم بالاحساس. احساس ايه؟ مالك؟ ايه الموبايل سخن، ما تردي. اصلي ماما. لا مش هينفع ارد على التليفون طبعا، اصل هي اكيد واحده صاحبتي من الشغل، وانا لو رديت عليها هتكون عايزه تزوغ من اوردر وعايزه تشيله لي يعني، يرضيك يعني. لا خليكي قاعده معايا النهارده. يا روحي، هو انا هسيبك وانا ليا غيرك في الدنيا؟ ايوه، احنا مفيش حاجه ابدا تفرقنا عن بعض، انت لازم تقعدي معانا. ايوه اقعدي معانا، اقعدي معانا. ربنا يخلينا لبعض وتستقرضوني. في ايه يا عيال؟
ما فيش حاجة. امال ايه يعني؟ على فكرة الدكتور ده محترم وباين عليه شاطر. بس جريء. ايه اول ما يشوفها يقول لها جميلة ورقيقة؟ ايه شغل الوسادة الخالية دي؟ يا ماما عليكي، اما انت بتدققي في تفاصيل يا ستي. بيجاملها، بيرفع من معنوياتها، مش حاجة. يعني ايه جاملها؟ دي جاية تعمل عملية الزايدة، يا جاية تنفخ شفايفها؟ جيل اخر زمن. مدام سعاد، واضح ان حريق المحل تم بفعل فاعل، تتهمي مين؟ الحقيقة رغم ان انا عارفة انكم لقيتوا رجال الامن بتوع المحل مخدرين، بس انا برضو مش بتهم حد. يعني حضرتك مالكيش اي اعداء؟ الله اعلم. طب لو حضرتك مأمنة على المحل يا ريت تبعت لنا مندوب التأمين يشرفنا. ان شاء الله، تشكر قوي. يا خبر، امتى حصل الكلام ده؟ وما نزلتش تصور ليه يا عصام؟ مستنييني انا وابراهيم عشان نعمل ايه؟ يا حبيبي انزل اتصرف، مش لازم انا ابقى موجوده في كل حاجه. يا جماعه اتصرفوا. طب يلا بسرعه انجز وقولي عملت ايه. مع السلامه. محدش عايز يشتغل، كله معتمد عليا. الو سعاد هانم، قلبي عندك يا حبيبتي والله. معلش يعني واضح ان العين عليكي جامده قوي اليومين دول. المهم حبيبتي، هو انت مش مأمنه؟ طب بركة الحمد لله انه اتحرق، قصدي يعني ربنا يعوض ان شاء الله. انا فاهمه حبيبتي، طبعا طبعا البضاعه هي اللي مشكله. صح صح. لا انا طبعا لازم اجي ازورك، ولو اني يعني انا كنت اتمنى ان انا اجيلك في ظروف احسن من كده. الله يخلي، ده اقل حاجه يا حبيبتي، ربنا معاكي بجد. على فكرة بالنسبة للقسط بتاع الحملة بتاعتك ما تحمليش همه خالص. أيوة الحملة بتاعتك هتمشي زي ما هي، وانتي وقت ما يبقى فيه فلوس ابعتي دي محطتك، دي محطتك عيب، دي أقل حاجة أقدر أعملها لك. ميرسي يا حبيبتي، مع ألف سلامة، باي باي. أهو ده اللي نبنى من الحريق، تأجيل القسط. يا شهوات، ده باب عربية تدخلي كده من غير استئذان؟ تمام يا فندم. السجينة تفيد عبد الصمد عايزة تقابل سيادتك. ايه؟ تقابلني؟ هو أنا ايه، مأذون شرعي؟ أي مسجونة كده تيجي تقابل مأمور السجن عادي؟ لا طبعاً مش عادي، عندك حق يا فندم، بس هي بتقول إن الموضوع اللي هي جايالك فيه مسألة حياة أو موت. إن شاء الله يكون موت. ايه ناوية تنتحر؟ هي فين زفتة الطين؟ متلقاها في العنبر. اجري هاتيها.